أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في وقفة إنسانية جديدة من برنامج وقفات إنسانية. أعزائي، وقفتنا اليوم من منطقة ريمي في مديرية المنصورة، طبعا في مدينة عدن الحبيبة. معنا الشاب مازن. طبعا مازن هو أحد الخريجين من جامعة عدن، لم يجد وظيفة حكومية ولا وظيفة خاصة، بحث كثيرا، لجأ إلى برنامج وقفات إنسانية، يريد دعم من هذا البرنامج ويريد وقفة إنسانية. طبعا نحن لا نستطيع أن نرد مازن. مازن هو شاب طموح يريد أن يعمل، فبدورنا لابد نساعد مازن في إيجاد فرصة للعمل. تعالوا نتعرف على مازن، وإيش حكاية مازن وكيف ممكن نساعده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك مازن؟ الحمد لله. أول شيء رمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين. أحب أتوجه بالشكر لك أستاذ رندا ولكل طاقم العمل لإتاحة الفرصة لي، ولكل شاب منتظر لهذه الفرصة لكي يبحث عن وظيفة. مازن، طبعا احنا كل سنة وانت طيب كمان، ورمضان كريم عليك، وان شاء الله رمضان الجاي يكون حياتك فيها تغيير بإذن الله الأفضل. مازن، عرفنا، عرف المشاهد من هو مازن وخريج ايش من كلية. الاسم مازن وجدي علي، من سكان مديرية المنصورة حي ريمي، خريج كلية الهندسة قسم ميكانيك سنة 2012. طبعا كأي شاب كان لي حلم كبير ان انا اتخرج من الجامعة واشتغل في تخصصي، ولكن يعني هندسه ميكانيك، ولكن ظروف الحياه يعني الواقع يعني غير الحلم، فطرقت كل ابواب تقريبا المصانع وكل ابواب المؤسسات، ولكن لم اجد اي فرصه عمل بسبب عدم الخبره. كان السبب انه دائما يقولوا لي ما عندكش خبره، هذا السبب يعني الذي دائما يتعذروا فيه. لكن انا لم اياس الحمد لله، فحاولت ان انا اصنع لنفسي وظيفه اخرى بعيدا عن مجالي. فانا الحمد لله قوي بالرياضيات من صغري، فاتجهت لتعليم الرياضيات جميع المستويات، مستويات الثانويه وحتى الجامعات. فين تعلم الرياضيات تدرسها؟ معاهد في المنصوره، وعندي في البيت كما شاهدتم، عندي في البيت كذلك ياتوا لي بعض الطلبات، طلبات الجامعات، طلبات الثانويات، وفي المعاهد في المنصوره اعلم. والان حاليا كيف كان مستواك في الدراسه في الهندسه؟ مستواي في الهندسه يعني ممتاز الى حد ما، يعني جيد جدا. تخرجت بجيد جدا؟ تخرجت نعم بجيد جدا من ما شاء الله. وميكانيك بعدين؟ جميل ما شاء الله. قسم الميكانيك قسم صعب جدا، ليس بالسهل. لكن وجدت فرصة؟ يعني كنت لما تروح تقدم لشركات ايش كانوا يقولوا لك؟ ما فيش معك خبرة، ما توجدش لك خبرة. يقولوا لي انت ممتاز لكن ما عندك خبرة، نحن نبحث عن الذي عندهم خبرات سابقة في العمل. وكانوا من يقدموا معك يتوفقوا بال؟ نعم، في بعض الاشخاص كانوا يقدموا من دفعتي وغير دفعتي من سنوات سابقة او ما بعدي، يقدموا يكون عندهم كذلك مثلي، ليس عندهم اي خبره، ومع ذلك يتوفقوا. سبب؟ سبب الواسطه، الواسطه والمحسوبيه والمعارف تلعب دور. مشكلتنا صحيح اكيد تلعب دور كبير للاسف. بس ما زلت ما يأس، استخدمت يعني يعجبني الشاب اللي يكون ما يأس، يعني مش شرط انه الناس تكون دارسه في مجال وتشتغل في مجال اخر، المهم انك تحب هذا المجال تشتغل فيه. الحمد لله انا ما يأس، انا اشتغلت بعده شغلات، حتى اشتغلت متطوع في عده مبادرات واستفدت منها كثير. لكن ايش المشكله؟ المشكله في هذه الاشغال كلها، حتى شغل التدريس، انها ليست دائمه. يعني مثلا في التدريس تاتي الاجازه الصيفيه لا يوجد اي عمل. انا في الاخير لست موظف حكومي، استلم يعني راتب من الحكومه، بحيث انه حتى لو جلست ماشي دراسه بالاجازه الصيفيه استلم راتب حكومي. فهذه المشكله، فعشان كذا انا بحثت عن شغل يكون دائم، فتعلمت برمجه. برمجه جوالات، في معي زميل لي دراسه فتح محل، معه راس مال وفتح محل. تكلمت معه قلت له انا ممكن اتعلم هذه الدوره واشتغل معك، قال لي ما عنديش مانع لكن الادوات ما تتوفر عندي، اذا توفر انت الادوات تعال اشتغل. هو في المحل يبيع بس قطع غيار او جوالات. يبيع جوالات؟ ايوه جوالات، اكسسوارات. انت على اساس انك بتكون مبرمج في نفس المحل؟ مبرمج في المحل. مقابل ايش؟ ما دام هو بيدفع الايجار وانت ايش مقابل ايش تعطي له يعني؟ انا اعطي له ما في اي حاجه، اللهم الشغل يكون نص بالنص، اي جهاز يتم اشتغل عليه أو اصلاحه اشتغل عليه نص بالنص الفائده. ما فيش اي راتب، ما فيش اي نسبه، ما فيش اي شيء. المشكله اغلب الادوات اللي معي ما اقدرش انا اشتغل عليها. ليش؟ المشكله مثلا هارد ما عنديش، بطاريه اللابتوب منتهيه تقريبا، احتاج الى جهاز ما بوكس لاصلاح الهواتف برضه ما عنديش. هذه الاشياء هي التي خلتنا ان انا اعمل خطوه الى الامام في البرمجه.
فعشان كذا الان شغلي محدود جدا. طيب ايش يعني انت كنت تشتغل في ذا المجال رغم انه الامكانيات كانت ضعيفه عندك خاصه عدم توفر الاجهزه، كنت تشتغل فيه بالبرمجه؟ ايوه حاليا انا اشتغل لكن بشكل محدود، بشكل محدود جدا. يعني انا حاليا استلم بعض الاجهزه ما اقدرش انا اصلحها، اروح انقلها بعض المحلات، اوديها بعض المحلات. طبعا اي محل بيصلح لك مش معقول يصلح لك ببلاش، لازم تعطي له فائده، فعشان كذا تقل النسبه، هي هنا مشكله. طيب كيف لقيت لبرنامج وقفات انسانيه؟ عن طريق النت حقيقه، اول ما شاهدت المنشور شجعت كثير جدا، خصوصا انه يطرق يعني شفت نفسي يعني في منشور في الفيسبوك. ايوه المنشور في الفيسبوك، ورايت نفسي يعني في حاله من الحالات، شاب يبحث عن خريج جامعي يبحث عن وظيفه ومن مثلي كثير. فبرامج التواصل الاجتماعي حقيقه مهمه جدا لاي شاب، من خلاله انا اطلعت على الموضوع وقريته وتشجعت وتواصلت مع أسرة البرنامج، والحمد لله كان لكم اهتمام. الحمد لله. تواصل معي. أكيد لابد. إن شاء الله، وأتمنى أنكم يعني توقفوا معي. أكيد بنوقف معك، طالما أنه في شاب يعني حابب يعمل رغم أنه المعوقات كثيرة في الحياة، معوقات أمام الشاب الخريج من الجامعة كثيرة جدا، لكن مازن ما يأس، مازن يسعى. ومازن متزوج أنت؟ نعم. أنت متزوج؟ متزوج لي 7 أشهر. 7 أشهر يعني عريس، ألف مبروك. الله يبارك فيه. طيب زوجتك خريجة معك؟ لا مش خريجة. مش دارسة هندسة؟ لا مش دارسة. طيب الآن أكيد يعني بنروح نحن وياك إلى محلات اللي بيع أجهزة الكمبيوتر واللابتوب والأجهزة اللي بتحتاجها أنت في عمل البرمجة وبنشتريها لك. شكرا إن شاء الله. يلا متفائل؟ أكيد. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى مديرية المنصورة تحديدا، هنا يعني في هذا السوق وهذا الشارع خاص بمحلات فيها أجهزة خاصة لللابتوب وصيانة اللابتوب وكل ما يحمله أو كل ما يحتاجه جهاز اللابتوب. طبعا مازن، أنت كم درست الدورة؟ مدتها كم؟ مدتها 2 أسبوع تقريبا. كانت كافية أنك تكون مبرمج للموبايلات؟ لا حقيقة غير كافية، لأنه في الأخير أي دورة تدريسية يعني ما يعطيكش إلا فقط رؤوس أقلام الأساسيات، أما البقية اجتهاد شخصي. كيف يعني أهلت نفسك في ذا المجال وقويت نفسك أكثر؟ اجتهاد شخصي كله، بس أي مبرمج يعني أو أنك مثلا دخلت في مكان عملي يعني؟ أي مبرمج دائما يلزمه خط نت قوي، لازم يكون على اطلاق مع النت. النت ده شرط أساسي لأي مبرمج، أضف إلى ذلك الأدوات، لازم جهاز كمبيوتر، لازم يكون هارد، برامج يكون دائما يحمل من الانترنت، وبوكسات لازم لاصلاح الهواتف، هذه اشياء. انت مهتم بهذا الجانب؟ نعم انا اهل نفسك اول باول. اكيد انا احب هذا المجال، لاجل ذلك درست دورة البرمجة. يعني اذا كنت ما احب هذا المجال ما ببدأش فيه. حب طيب اهم شيء حاجة. جميل، بالنسبة لمجال دراستك يعني صيانة او هندسة الميكانيك، تشعر انه هندسة الميكانيك نسيت الدراسة يعني او لا؟ او لا زلت او انك في حب لهذه الدراسة ودخلتها من باب انه كان معدلك قوية او كذا يدخلك الهندسة؟ لا انا بالاول في الاخير عندما دخلت الهندسة دخلتها عن حب. كنت احب الهندسة الميكانيك. بعد ما تخرجت من الكلية صدمت بالواقع انه لازم علشان انت تستمر دراستك لابد انك تربط بالتطبيق. وطبعا كل ما رحت اطرق باب كل مؤسسات ولا مصانع يقول لي لازم يكون معك شهاده خبره عمليه، وما عندي شنه. الدراسه طبعا ما تنفع، لابد انك تربطها بالتطبيق، والتطبيق طبعا ما فيش اي واحد بيخليك تطبق الا اذا كان في معك معرفه او واسطه. المهم انا دحين تخرجت. تشعر انه يعني نفسك معلقه او لا زالت رغبتك في رغبه عندك للشغل ميكانيك، او خلاص انت اندمجت في عالم الموبايل والصيانه وبرمجه الموبايلات؟ شوية يعني بدأت، لأنه الواقع غير. أنا لو أقيس قلبي متعلق بالميكانيك ممكن ما ألاقيش وظيفة، ركنتها على جنب بحيث أنك تقدر تتأقلم مع المجال الجديد وتعيش أكيد ركنتها على جنب وبدأت أتأقلم مع المجال الجديد بحيث أنه أمشي بالحياة. جميل، الحياة تشتي كذا يعني. الآن وصلنا إلى محل لبيع الأجهزة اللابتوب، بنحاول نشوف ايش اللي بيحتاجه مازن، نشتري المازن ما يحتاجه جهازه اللابتوب، هو قلب بطارية، بطاريته يعني انتهت، هو يحتاج بطارية جديدة، ونشوف كمان مازن بيحتاج ايش من هذه المحلات. تعالوا هنا. السلام عليكم، رمضان كريم، كيف حالكم؟ كيف المعنويات؟
شاء الله ما شاء الله يعني كثير ما شاء الله مش شايفين انسك. طيب معنا معكم برنامج وقفات إنسانية من قناة عدن، معنا الشاب مازن وشاب خريج هندسة وحابب يشتغل في مجال آخر اللي هو برمجة الجوالات برمجة الجوالات. طيب الآن هو بيحتاج بس بخاص بالكمبيوتر يعني بطارية وهارد خارجي. هارد معكم موجود إن شاء الله. طيب طبعا هو برنامج إنساني وبيدعم الشباب، فنشتي دعمكم كمان للشباب ممكن؟ إن شاء الله. ليش تخفيض السعر؟ إن شاء الله. يلا نتوكل على الله. مشاهدينا الكرام طبعا لفينا واشترينا لمازن احتياجات عمله وهو برمجة الموبايلات. طبعا الاشياء اللي طلبها مازن هي موجودة الان. نحن في المحل اللي بيشتغل فيه مازن. هذا هذه طاولته وهذا كرسي وهذا هو المحل. يعني المحل هو خاص ببيع اجهزة التليفونات والموبايلات وملحقاتها واكسسوارات. في اكسسوارات؟ ايوه اكسسوارات كمان. يعني المحل جميل وحلو والشباب اللي فيه ما شاء الله عليهم. ومازن واحد من افراد هذا المحل، الطاقم فيه طبعا. مازن تخصصه هو برمجة الموبايلات. الان بقي انه نعرف من مازن شعورك يا مازن. حقيقة شعور جميل جدا أنا اتيحت لي هذه الفرصة، لأنه كانت الإمكانيات بالنسبة لي محدودة جدا، ولكن عن طريقكم توفرت لي أشياء كثير. الآن أستطيع أن أنا أنطلق في هذا المجال وأتقدم يعني خطوة إلى الأمام، لكن في الأول كانت إمكانياتي محدودة. لكن عن طريقكم أحب أوجه كلمة شكر لكم أنكم أتحتوا لي الفرصة أن أنا أنقل خطوة إلى الأمام. وكل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم إن شاء الله يا رب. وأتمنى لا أكون أنا آخر شخص إن شاء الله غيري يأخذ فرصة كذلك. إن شاء الله أكيد ما تكون آخر شخص. وبرنامج وقفات إنسانية لازال يعني يدعم الشباب حسب إمكانيات هذا البرنامج. نتمنى يكون إمكانيات أكبر، نتمنى يكون في دعم للشباب أكبر، يعني خاصة أنه الخريجين من الجامعات مثل مازن كثر في مدينة عدن ويحتاجوا للدعم بحيث أنهم يشتغلوا طالما أن الوظائف الحكومية متوقفة وعملية التوظيف متوقفة بسبب أوضاع البلاد. مازن طيب أنت يعني كنت مهلهش للأشياء، في ظل وجود هذه الأشياء يعني بيكون البرمجة بتكون تشتغلها من هنا صح؟ أكيد أفضل بكثير. في الأول كنت يعني أستلم كثير جوالات، لكن ما استطعتش أن أنا أحل مشاكل بسبب عدم وجود هذه الأجهزة. كنت أتواصل مع محلات، لكن الآن في ظل هذه الأجهزة أستطيع أن أنا إن شاء الله أحل مشاكل هنا. إن شاء الله. مازن أنت يعني في بينكم جو حلو بينك من زملاء في العمل؟ أكيد كلنا حال صغير أيوة كلنا زملاء من أيام الدراسة، خصوصا
زميلي غالب أيام الابتدائية، وأن كل صاحب المحل غسان طبعا له فضل كبير جدا في ما وصلت ليه، لأنه وفر لي فرصة عمل في هذا المكان، وكلنا نحن هنا أخوة، ما فيش فرق بيننا، كلنا نعتبر هنا كأننا أخوة، لا يوجد أي فرق ما بيننا. طيب إيش الكلمة تحب تقولها للشباب الذين يعني منتظرين الوظيفة الحكومية؟ أحب أوجه كلمة للشباب، أنا أقول لهم لا يأسوا من الواقع، لأنه في الأخير هذا واقع، يعني كل شاب يتخرج من الجامعة يكون عنده حلم كبير، ولكن بعد ما يتخرج من الجامعة يصطدم بالواقع. الواقع لا يأخذه مبرر أو سبب، لابد أنه يشق طريقه، يتعلم أي مهنة، أي شيء يفيده في حياته. ليس شرط يكون بمجال تخصصه يعني الجامعة، ليس شرط في تخصصه، في أي شيء، أهم شيء لا يستسلم، لا يستسلم، يحب أي شيء يقوم فيه به، لا يتوقف، لا يتكل على الدراسة حقه. طيب كان ولي يقول أنه حب يعني عمل بما تحب، أو مثلا أنت الآن عملت بما تحب أو حبيت ما عملت فيه؟ عملت الاثنين، يعني حبيت حقيقة دراستي لكن ما توفقت فيها، لا وما كنتش أحب البرمجة لكن هي حبنا الآن أصبح. كيف حبتك البرمجة؟ يعني بداية ما كانش في بالي موضوع البرمجة، برمجة الجوالات، لكن شفت نفسي إن أنا مشيت فيها، توفر لي فرصة عمل من بعد، فعشان كذا الآن حبيته، فأصبح أنا وهي في هدف واحد. طبعا نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى نشوف معك محل كبير لكل ما تحلم فيه، نتمنى تحقيق كل ما تحلم فيه، نتمنى كمان تشتغل بوظيفتك بإذن الله تعالى يعني مع السنين. شكرا لكم على تحت هذه الفرصة لي إن شاء الله يا رب، زي ما قلت ما أكونش أنا آخر شخص إن شاء الله يستفيد غيري من هذه الفرصة اللي أنا استفدت منها، وشكرا لكم، رمضان كريم وسنة وأنت طيبين. وأنت طيب وصحة وعافية كمان، وكل الشباب الموجودين في هذا المحل طيبين، ونتمنى لهم كل التوفيق. طبعا في الأخير أنا بشكر شركة إنماء العقارية على إتاحة هذه الفرصة لهذا الشاب مازن، لهذا الشاب الطموح. طبعا نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى لكل شاب يعني يسعى للعمل نتمنى له التوفيق. وطبعا برنامج وقفات إنسانية طالما موجود رمضان، شهر رمضان الكريم، والبرنامج لا زال يسجل، الفرصة موجودة أمام الشباب. مشاهدينا الكرام طبعا أنا أودعكم وألقاكم بإذن الله تعالى في وقفات إنسانية جديدة، إلى اللقاء.